لو اخترت شخصية عملتها وتبقى أنا في الواقع هتكون إيه وليه؟ هتشبسوت بقى عشان أبقى ملكة. هي مسؤولية كبيرة إن دي شخصية تاريخية حقيقية عاشت بجد، حكمت مصر بجد، فكان عندي شوية كده تأهب من الموضوع. لما قعدت مع الأستاذ شريف وفرغنا كل الريسيرش وكل الشغل المتاحف العالمية اللي عملته على حتشبسوت، كان دايما في كده حلقة مفقودة في التاريخ ليها علاقة بحتشبسوت. طبعا بعد كده فهمنا انه تم محو او مسح كل اثار ملكها او حكمها، وفضل بس حاجات قليلة. فالمزج ما بين الحقيقة والخيال هو اللي خلانا نعمل مع بعض الشخصية دي. هي كانت بتظهر عارفة بتاع الفراعنة ده، زي دقن كده بتتلبس علشان شعبها يحس بقوتها، فما كانتش تقدر تقبل نفسها كست. هاني عادل لما لبس اللبس الفرعوني اللي هو كان بيصور بيه، فكان يعني لبس غريب جدا، لكن انا فاكره اول مره شفته وبالكحل اللي كان حاطه وعينيه وكده، قلت له انت فعلا، انا حاسه ان انا اتنقلت الى هذا الزمن. امراه بهذه السلطه، بهذه الكاريزما، حاكمه بلد كبيره جدا، بجيش عظيم، بنيل، بخيرات كتيره جدا، وفي نفس الوقت امراه بتحب، وامراه حبت الراجل ده اللي هو مهندسها، كان مهندس القصر. فبالنسبة لي وبالنسبة لأي ممثلة دي قصة فظيعة، دي قصة درامية فظيعة يعني. لكن اللوكيشن بتاع الأستاذ شريف لوكيشن صعب، لوكيشن كله شغل، مفيش راحة خالص، يعني بنبقى عارفين إن إحنا داخلين معسكر، بيقول دور وهو بيبقى دور 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 دور، ففي ستريس كده.